موجز الأخبار، تحية طيبة وأهلا بكم. أكد المحامي سمير ديلو أنه تم منع النائبة بالبرلمان سيدة لونيسي من السفر ومطالبتها بترخيص قضائي، حيث تقدمت صباح اليوم للسفر بغاية العلاج في بلد إقامة عائلتها، فتمت مطالبتها بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإذن لها بالسفر. وعلى الرغم من إعلامها بعدم وجود أي تحجير سفر يستوجب تدخلا قضائيا، فقد تم مطالبتها بمراجعة قاضي التحقيق ثم مراجعة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس. هذا وأشار سمير ديلو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية إلى أن السيدة لونيسي لا تزال بالمطار في انتظار معاينة المنع بعدل تنفيذ. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في إضراب كامل يوم الخميس 16 من جوان الحالي من أجل تلبية جملة المطالب المتمثلة أساساً في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، إضافة إلى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023. وأشار الاتحاد إلى أن الإضراب يأتي على خلفية تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد. كما أعلنت المنظمة الشغيلة عن قائمة المنشآت والمؤسسات العمومية المعنية بالإضراب العام ليوم غد الخميس. كشف مدير عام الدراسات بالبنك المركزي مراد عبد السلام عن تراجع قياسي وتاريخي لنسب الادخار في تونس إلى مستوى 6.2%، واصفا المسألة بالخطيرة. واعتبر مراد عبد السلام في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن تونس التي بدأت تسترجع عافيتها نسبيا من أزمة كوفيد-19 تأثرت جدا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي كان وقعها أكبر وأعمق على الاقتصاد الوطني، مبينا أن الحرب التي اندلعت منذ 24 من فبراير لسنة 2022 أثرت بشكل لافت وبارز على الارتفاع الكبير في أسعار النفط، إضافة إلى اشتعال أسعار الحبوب، كما أكد تسابق مختلف دول العالم لاقتناء الحبوب بأسعار جد مرتفعة. حذرت منظمة أنايقظ هيئة الانتخابات مما أسمته بتكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء، وذلك على خلفية إصدار مجلس الهيئة للقرار عدد 14 لسنة 2021 والمتعلق بضبط الشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. كما حذرت المنظمة هيئة الانتخابات مما قالت إنه مساس بالحق الكوني للأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات في التعبير ومصادرة آرائهم ومواقفهم واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد لقمع كل نية في مخالفة الرأي. هذا واستنكرت المنظمة محاولة أعضاء هيئة الانتخابات ونائب رئيسها تهديد وترهيب المواطنين والمجتمع المدني، محذرة في هذا الإطار من أخذ هيئة الانتخابات صلاحية السلطة العامة كذريعة للخروج من منطق الشرعية لفتح باب السلطة التقديرية الذي قد يتحول لسلطة عشوائية، وذلك حسب ما ورد في نص البيان. إلى أخبار العالم، حيث وقعت كل من مصر والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي اليوم في القاهرة مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا وسط مساعي الاتحاد لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي في ظل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا. وقد أشارت وزيرة الطاقة للكيان الصهيوني لأن هذه المذكرة تمثل التزاما بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة، وأن الاتفاق يسمح بتصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر، مشيرة إلى أنه يمتد إلى 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة 2. في خطوة يرى مراقبون أنها قد تعجل العودة إلى الحكم الموازي،
يصوت مجلس النواب الليبي اليوم لإقرار ميزانية حكومة فتح باشاغا التي عينت في شهر مارس الماضي، رغم رفض الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد دبيبة التنحي. وبدأت جلسة البرلمان في مدينة سرت الساحلية أمس الثلاثاء لمناقشة خطة الموازنة المقترحة لحكومة فتح باشاغا الذي لم يتمكن من دخول طرابلس وتولي الحكم فيها، في الوقت الذي يرفض فيه عبد الحميد دبيبة الذي تم تعيينه العام الماضي رئيسا لحكومة وحدة مؤقتة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة، رفض تعيين البرلمان لفتح باشاغا ويقول إنه لن يستقيل إلا بعد إجراء الانتخابات. بهذا نأتي إلى نهاية الموجز، نلتقي في موعد إخبارية اللاحقة، في أمان الله.